السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في مطبخ ام غالم. ان شاء الله البنات تكونوا بخير. كما تشوفوا اليوم البنات غادي نحضروا مع بعض وصفه تقليديه. هذه الوصفه اللي هي غريبيه غريبيه الزمان، انا غادي نديرها لكم بالطريقه اللي كنا نديروها بكري وما نبدلهاش في التزيين، غادي نخليها عاديه كما كنا نديروها بكري. ولكن هذه الوصفه اللي غادي نعطيها لكم اليوم صراحه الوصفه تاعها شابه بزاف، تقعد العجينه طريد في الفم ومتبدله على الوصفات اللي مولف نحضرهم زمان بكري كنا نحضروا الغريبيه غير بالزيت، ولكن هذا غادي نحضرها لكم بالزبده والزيت. ناجحه 100%، ان شاء الله يا ربي تعجبكم وتربوها وتنجحوا فيها. نبداو المقادير البنات على بركه الله ونبداو التحضير كذلك. هنايا البنات عندي 250 غرام تاع زبده. هنا قبل ما نبدا البنات نتمنى انه التصوير راه يبان لكم مليح، لانه راه عندي مشكل في التصوير وكانوا سبقوا وحطوا لي دي كومونتير في الفيديو اللي درته لكم تاع القطايف ولا الكريوش، قالوا لي ما عادش تبان الصوره. انا البنات فهمتكم وقلت لكم بلي لا غالب عليا انه سيبور البلاصه اللي نعلقها فيه ما عنديش بلاصه واحده اخرى، ندير البوسيبل تاعي باش تسقد الصوره ولكن لا غالب. البنات هنا عندي 250 غرام تاع زبده، هنا زبده طريه، هنا لازم تكون طريه. فوق هذه 250 غرام عندنا هنايا البنات كاس تاع سكر غلاس، كاس اللي ديما عودتكم به 240 مليلتر ولا 150 مليلتر. ها هو الكاس هنا سكر غلاس، فرغوها مباشره فوق الزبده نربلوها باش نفيتو على رواحنا هذوك الحبيبات. هنا عندي البنات ملعقة تاع لافاني، هنا الملعقة تكون لاباس بيها تاع لافاني باش تكون ريحة شابة. عندي كاس تاع زيت، الكاس اللي عبرتكم به السكر غلاس نعبرو به الزيت، فرغو الزيت مباشرة فوق السكر والزبدة نخلطو مليح السكر مع الزبدة. هنا نستعمل يدي من الأحسن. عندي هنا كمية تاع كوكو مقلي ومطحون حوالي كاس، اللي ما عندهاش كاس تقدر دير فيه هاد الغامكة، المهم نديرو كمية تاع كوكو تكون مليحة مقلية وحمرة مليح، خلطوها مليح مع الزبدة. وعندنا البنات هنايا ملعقة تاع لاليزيغ، هنا البنات نديرو فارينة، فارينة على حسب مطلوب من العجينة، نديرو كمية من الفارينة ونزيدو نديرو معاها ملعقة تاع لاليزيغ شيميك، ملعقة أنا اللي عبرتها هادي هي، ها هو متكونش ملعقة كبيرة. نبداو نخلطو البنات غير بالعقل، تكلم لنا كامل العجينه، العجينه هنا ما تجي قاسحه ما تجي للسقف تكون مطلوقه، تجي عجينه عاديه كما تاع الكاطو ساك ولا صابلي. بنات العجينه تاعي هنا راهي واجده، شوفوا كيفاش جات طريه وشابه. ها هي هنا راهي واجده. هنا نشكل الحبه تاعنا. هنا عندي بلا دهن تاع درت له سوبوديري تاع شويه تاع فرينه، يعني ها ورق الطهي دير ورق الطهي. وهنا عندي شويه تاع قرفه مدقوقه هنا باش نزينوا بها الحبه. نحكموا الحبه تاعنا بهذه الطريقه البنات، هنا نديروا كويرات عاديه كما كنا نديروهم بكري، ولكن نصغروا الحبه شويه لخاطش فيها لا ريفيو ما نكبروهاش بزاف باش تجي الحبه ظريفه وشابه. نشكلوا الحبه تاعنا بهذه الطريقه البنات، ان شاء الله تكون الصوره واضحه بهذه الطريقه كما كتشوفوا. قبقبوها شويه ما ديروهاش كويرات، خلوها هكا شويه بقبقبه من الفوق باش تجي الشكل تاعها كما تاع الغربيه تاع زمان. نعاود نشكلوا حبه ثانيه مع بعض بهذه الطريقه، نديروا هنايا الحبه في الكف تاع اليد ونبداو نرفدوا نطلعوا باليد بالصبع هذا، نديروا هذه الطريقه هكذا نبداو نطلعوا في ندوروا ونطلعوا الحبه تاعنا تتشكلنا الحبه تاعنا بهذه الطريقه. ان شاء الله تكونوا فهمتوني البنات. فوالا ها هي الحبه تاعي، انا بالعاني البنات ما بغيتش نكبر الحبه باش تجينا ظريفه وتجي شابه، باسكو فيها لا ليفور لو كان كبرها بزاف تجينا حبه باسله. هاك الشيء انا درتها هذا الحجم هكذا. ها
هاي الحبة تاعي، نحكمو القرفة البنات. نسكت لكم الكاميرا. فوالا نحكمو القرفة البنات، نديروها هنايا غير من الفوق، نديرو غير شوية هذه الطريقة. نكملوا نواصلوا نكملوا الحبات تاعي. هنا درجه الحراره تكون 160 حتى 180 درجه على حسب الفرن يكون عندك في المنزل. نشعلوا عليها من فوق وتحت كيما نطيبوا الصابلي عادي، نخلوها تطيب حتى يضعف الحجم تاعها، ونشوفوها شويه بدات تاخذ اللون الذهبي الفاتح ماشي غامق. نطفيوا عليها هنا النار ونخلوها تبرد عاد باش نحوها من البلا. بلاصه هنا غادي نطيبها في الفرن تاعي ونكمل الكميه اللي راها عندي، ونتلاقاو بعد باش نوريكم الشكل النهائي تاعها في صحن التقديم. الغربيه تاعي هنا راهي واجده في صحن التقديم البنات، بعد ما طابت وبردت نحيتها من السنيوه. ها هو الشكل النهائي تاعها، شوفوا كيفاش خرجت ما شاء الله مشقه وخرجت دوب في الفم. انا ننصحكم باش تجربوها لان الوصفه ناجحه 100%، وكاع اللي ما كاش تخرج لهم الغريبيه وما كانش ينجحوا فيها، انا ننصحكم باش تجربوا هاد الغوسيت لانه تنجح لكم 100% شابه بزاف. ان شاء الله البنات تعجبكم وصفه تاع نهار اليوم وتجربوها وتنجحوا فيها. دوك ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.